المكتب. هو بالنسبة لي مش مكتب قد ما هو ورشة للإبداع. في بلاتو صغير للتصوير مركب فيه خلفيات متحركة موتورايزد كلها، خلفيات لسحاب للونيات مختلفة اشتغلت عليها في معظم الأغاني اللي صورتها وأخرجتها. وفي هذا المكان كنت بذاكر أنا عايز أعمل إيه، لو في فكرة عايز أنفذها أو في اختراع ما لشكل إفكت هيتعمل. مثلا لو أصور صورة مبنى أو مكان أو حاجة زي اللي اتصورت في نور العين منعكسة في المية، فكنت باجي مكتبي أصنع الأشياء اللي المفروض تتصنع في الورش اللي بتعمل ده وأعمل التجارب هنا وأروح وقت التصوير وأنا متأكد من النتيجة اللي أنا هعملها. فهي بالنسبة لي هذا المكان ورشة لممارسة الإبداع وفيها أغلب معدات التصوير الخاصة بي. فكرت أعمل مكتبي، قلت أنا هعمل مكتبي بالأسلوب ده، كل الصور اللي بتتصور أثناء تصوير الأفلام أو الأغاني أو الأعمال الإعلانية هستفيد منها إن أعلقها على الحيطان. ووصل بي الأمر إني كنت بعلق صور على سقف الغرفة، يعني يمكن أنا في صورة تجمعني بالأستاذ توفيق الحكيم أثناء فيلم دوكومنتري كان بيتصور عن مؤسسة الأهرام، ولما بشوفها بترتسم ابتسامة على وجهي. أستاذ توفيق كان بيشاع إنه شديد الحرص، ومع ذلك أستاذ توفيق لما دخلنا نصور في مكتبه أصر إنه يعزم كل الاستاف على مشروبات في مكتبه. ده كان الكاتب الكبير أستاذنا توفيق الحكيم. وفي صورة بتجمعني بالمخرج الراحل الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف، أنا بحب أبص عليها لأن الأستاذ صلاح كان مش أستاذنا بس في معهد السينما، كان مدرسة متحركة على قدمين. أنا حظي الجميل إني اشتغلت فيلم البداية مع الأستاذ الكبير المخرج صلاح أبو سيف. الأسامي الكبيرة اللي معظمهم أصدقاء بالنسبة لي كلهم على راسي، ولكن توجد صور فيها نجم عالمي زي النجم الكبير عمر الشريف اللي زيه كده زي الأستاذ صلاح والكاتب الكبير توفيق الحكيم، نجم عالمي منتهى التواضع في مكان التصوير. فمن بعيد لقيت حد قاعد قدام باب البلاتو، افتكرته الغفير بتاع البلاتو لابس جلابية طويلة، فقربت فاكتشفت ان اللي قاعد وانا افتكرته الغفير الفنان الكبير الأستاذ عمر الشريف، لابس ملابس الشخصية بتاعة الفيلم ومتواجد قبل الكل وقاعد بيراجع في ورقه المشاهد اللي هتتنفذ في يوم التصوير ده. من أكتر الجوائز اللي بعتز بيها أخريات الجوائز، خدت جوائز مهرجان اسكندرية ده عدة مرات، آخرهم العام الماضي فقط قبل الماضي فقط، وكنت عضو لجنة تحكيم أكثر من مرة في نفس المهرجان. أنا يمكن منزلي في منطقة المعادي، ولكني أغلب الوقت مقيم وسط أهل السيدة زينب اللي اتولدت فيها وعشت فيها في الشارع، وحواليه سينما أزيز وسينما الأهلي وسينما الشرق وسينما وهبي. هذه المجموعة الكبيرة من سينمات الحي هي اللي شكلت كيان ووجدان شاب صغير حب فن التصوير اسمه محسن أحمد.